بسرعه. اول حاجه تقدر تعملها تمام قبل ما تعمل اي ديزاين هو انت لازم تكاري البروجكت. البروجكت فايل ده فائدته اللي هو بيعمل لك لينك ما بين كل بارت والاسمبل اللي انت هتعمله في الاخر ماشي، بحيث انت لو عدلت اي حاجه يقدر الاثنين دول ايه او كل حاجه مرتبطه ببعضها ماشي. طيب اكريت بقى بروجكت منين؟ هتلاقي في المنيو بار اللي فوق ديت هتلاقي فيها نيو واوبن وبروجكتس تمام. تضغط على بروجكتس هتلاقي هو عامل لك لود كده لشويه بروجكتس كانت موجوده او الديفولت بروجكت بالنسبه لك لو انت مسطب البرنامج خلاص. طيب انا دلوقتي والله كنت عامل البروجكت من ده عايز اشتغل عليه، هضغط دبل كليك عليه لحد ما يجيب لي علامه صح جنبه، ده لو هشتغل عليه. بس هقول لكم طريقه اسهل ان انا ايه اختار البروجكت اللي انا هشتغل عليه لو انا مكريت واحد اصلا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه واحد جديد، هعمل ايه؟ هيجي على القائمه على اعمل كليك على نيو هنا هتلاقي في نوعين بيظهروا لك عندك او اثنين اوبشن. اول حاجه نيو سنجل يوزر بروجكت، وده اللي احنا هنشتغل عليه، اللي انت البروجكت ده انت الوحيد اللي تقدر تاكسس عليه، انت الوحيد اللي تقدر تدخل وتعدل عليه. طيب لو اشتغلت بقى على الحاجه الثانيه اللي هو الفولت بروجكت تمام، الفولت بروجكت دي زي خزنه كده تمام، بتبقى مرفوعه على سيرفر، يقدر السوبرفايزر بتاعك في المصنع مثلا يقدر يدخل يبص على الشغل بتاعك يعدل فيه يقول لك والله النوتس في الحته الفلانيه ويقول لك كل حاجه. ده خاص بايه؟ بشغل المصانع شغل تمام، بس لازم يبقى النسخه بتاعتك مش متكركه، لازم النسخه بتاعتك اصليه عشان تقدر تشتغل ايه على السنجل فولت بروجكت تمام. انا هعمل نيكست، اختار اول حاجه نيو سنجل يوزر بروجكت واعمل نيكست خلاص. هتلاقي بقى بيقول لك ايه البروجكت نيم، هتلاقي هو الديفولت بيقول لك بروجكت نيم ولو واندر سكول واحد كده لو في بروجكت نيم اصلا متكريت الاولاني. انا هكتب بروجكت نيم واكون عارف ايه البروجكت تاج، اكتب الاسم بتاعه ايه الفعلي خلاص. نقول مثلا ده سيشن واحد خلاص. طيب هيسيفه فين بقى؟ لو بصيت على الامتداد كده في البروجكت فولدر بتاعه هتلاقيه مسيفه في الدوكيومنتس بتاعتك. لا احنا مش عايزين نسيفه في الدوكيومنت، لان انت لو حصل اي حاجه في السيستم بتاعك ويندوز سقط مثلا ضرب اي حاجه من الحاجات دي كل الشغل بتاعك موجود ايه على 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 الدوكيومنت، والدوكيومنت دي موجوده على السي فهيروح كل الكلام ده كله تمام. فانا هغير مثلا من ده واقول له والله لا انزل كده وهتقوم لي في ايه على الدي كده مثلا او في الديسك مثلا اقول له ايه كده. هو اي حاجه هيسيفها هيسيفها في الفايل ده ماشي، اقول له نيكست. تلاقي بقى في اوبشن زياده بيقول لك والله انا عندي كذا لايبراري، منها لايبراري الجديده اللي في 2016 اسمها الكتريكال لايبراري، دي فيها الكومبوننت بتاعه الكهرباء كلها ممكن تاخدها تباك كده وتستخدمها لو بتشتغل على الكومبوننت بتاع الكهرباء ايه معاك في الانفنت ماشي، اللي انت عايز تطلع بروجكت بقى بيه كل حاجه ايه بالجزء الالكتريكال بتاعه كمان. انا مش عايز ازود اللايبراري دلوقتي، هقول له ايه؟ هقول له فينش كده. هو كريت لك حاجه اسمها سيشن واحد تمام في المكان اللي هو على الاف فوتو ديسك انفنتور بروفيشنال خلاص. اقول له اقول له سيف بقى، سايب الدنيا دي كلها واقول له ايه دون ماشي. لو شغال على 2016 هتلاقي ايه؟ هتلاقي تنزل تحت كده لحد ما تلاقي سيشن واحد ومحطوط جنبها ايه؟ علامه صح خلاص. طيب انا كده كريت ايه؟ بروجكت. هتيجي بقى عايزين نفتح بارت جديد عشان نشتغل عليه. ايه انواع البارت اللي عندنا؟ هقول لكم دلوقتي. لو ضغطت على قائمه نيو دي كده هتلاقي طلع لك دايلوج. الدايلوج دي فيه شويه حاجات كده لازم تاخد بالك منها. اول حاجه دي تمبلتس موجوده فين؟ في البرنامج اللي هي الحاجات الاساسيه دي بستاندر معين، هقول لكم تظبطوه ازاي دلوقتي. تلاقي عندك فيه انجلش سيستم تمام، ده شغال بالانش، فيه المتريك والمتريك شغال بالايزو تمام اللي هو بالمليمتر او الدن زي ما انتم شايفين. لو بصينا على الجزء بتاع البارت ده هتلاقي في شيت ميتال، ده دن، محدش يدخل في الشيت ميتال، شيت ميتال هترسم حاجه ثانيه غير البارت. في الاستاندر بقى الاستاندر اي بي تي ده البارت بتاعي، الاختصار اي بي تي ده ايه؟ انفنتور بارت خلاص، اخد البي والتي من كلمه بارت. طيب انا دلوقتي هشتغل على ايه؟ هشتغل على المتريك، اقول له والله انا عايز ستاندر MM يعني مليمتر اي بي تي، اقول له ايه كريت. لو انا فتحت القائمه ديت وعايز اغير البروجكت بتاعي بقى اللي انا شغال عليه هتلاقي برده تحت كده في بروجكت فايل، لو ضغطت عليها تختار ايه ايا كان البروجكت الموجود عندك خلاص. صعبه الجزئيه دي استنى اشتغل تاني. جبت منين بس القائمه التانيه؟ ايوه هتلاقي تحت خلاص تقدر تختار.
ماشي ما تطبقش وهو شغال. خلاص شباب الموضوع صعب كده، بمجرد اول ما تدخل هنا هو كده كده شغلك على البروجكت الفلاني تمام. وما تبعتش ما تبعتش اي بارتس، ودي اهم حاجه في البروجكت نفسها. انا والله انا هتلقى اساينمنت مثلا هترسم حاجه في البيت، ما تبعتهمليش في فولدر. لو بعتهم في فولدر وانا باجي افتح الملف الاسمبلي هيجي يقول لي والله البارت الفلاني عايز اقراه، اقعد انا اسلكت ايه كل بارت بايديا. لا لازم تبعته بايه جوه الفايل بتاع البروجكت. خلاص تمام، هنكريت بارت وندخل على الفايل بتاع البروجكت نبص عليه. هتلاقي بقى كريت ده الانترفيس تمام اللي انت هتشتغل عليه. ماشي زي كده لو جيت على الشمال الشمال عندكم كده تمام، هتلاقي في حاجه اسمها موديل تمام. الموديل ديت زي الموجوده في السوليد بالظبط تمام، بيبقى موجود فيها اي امر انت بتستخدمه. ماشي طيب ايه اللي بيميز دي بقى عن غيرها؟ اللي بيميز دي عن غيرها اللي هو الفولدر بتاع الاوريجن ده، لو عملت له اكسباند كده هتلاقي موجود فيه اكس زد بلين اكس واي زد بلين اكس واي بلين وثلاثه اكسيز تمام. ثلاثة اكسيز دولت جايين منين؟ لو بصيت كده دول الثلاثه بلين اللي عندك. هتلاقي في عندك ده مثلا الاكس واي اكس زد واكس واكس زد اكس زد مرتين اكس واي زد واكس زد واكس واي. خلاص دول الثلاثه اللي عندك اللي انت بتقدر تشتغل عليهم. طيب بشتغل عليهم بايه؟ بالمنظور بتاع الايزومتريك بتاعك لو انت عارفه، لو مش عارفه افتح اي واحده واشتغل عليه. طيب ايه فايده بقى الثلاثه اكسيز اللي عندك دولت؟ هتلاقي الاكس اكسيز ده تقاطع ما بين ايه؟ ما بين اكس زد مثلا واكس واي. خلاص هتلاقي مثلا الواي زد ما بين اثنين برضو مختلفين. خلاص دولت بيتيح ليك ان انت بدل ما تكري اكس تشتغل عليه، لا هو موجود عندك ده هتستخدمه برضه في بعض الاوقات. ماشي في نقطه اسمها نقطه سنتر بوينت زي برضه السوليد بالظبط، هناك اسمها نقطه الاوريجن. الاوريجن سنتر بوينت لازم النقطتين دولت تبدا منهم في اي سكتش انت تشتغل عليه. خلاص انا لحد دلوقتي بقول لك رولز تمشي عليها، ما ينفعش تسيب رول من ديت وتشتغل. خلاص هتلاقي انت عندك سنتر بوينت، السنتر بوينت دي موجوده في ايه؟ في نص الايه؟ الثلاثه بلين دول. ماشي؟ دي النقطه اللي بيتقطع فيها ايه؟ الثلاثه اكسيز يعني مش ثلاثه بلين. خلاص؟ انا دلوقتي عايز اكريت سكتش جديد وعايز ارسم بقى الفيوهات بتاعتي. ارسمها ازاي؟ تلاقي عندك كده على الشمال فوق موجود ايه؟ 2 دي ستارت 2 دي سكتش. لو ضغطت على الجزء اللي تحت ده ما ضغطتش فوق، ضغطت ده هتلاقيه بيفتح لك 2 دي سكتش و 3 دي سكتش. محدش يدخل على 3 دي سكتش خالص. ماشي 3 دي سكتش هتلاقيه ترسم في فراغ تمام، مالكش دعوه بقى باكس واي ولا بلين ولا توب ولا الكلام ده كله. ماشي احنا هنشتغل على 2 دي سكتش. لو ضغطت تحت تختار 2 دي سكتش، لو ضغطت فوق على طول هيقول لك ايه؟ اختار لي البلان اللي انت عايز تشتغل عليه. دول ال 3 بلانز اللي انت عايز تشتغل عليه. ماشي طيب اختار اي واحد فيهم. لو انا عارف اقول لك تاني، لو انا عارف مثلا ان الفيس ده اللي انا هرسمه ده في سايد فيو، يبقى اشوف فين البلان اللي بالنسبه لي سايد فيو. خلاص طيب لو انا عارف اللي ده في الاليفيشن برضه نفس القصه. ماشي طيب انا بقى مش عارف انا هرسم بس بكاري حاجه جديده، هيفرق معايا ولا الهوا؟ خلاص يعني مش هيفرق معاك خالص، انت تشتغل وخلاص فكك بقى في الاسامبلي يفرق شويه. ماشي عندك 3 بلين من دولت، هتختار البلين باي حته فيه كده لحد ما يديك الحدود البيضاء دي كده تضغط عليه. لو ضغطت على اكس على واي وزد بلان مثلا هتلاقيه على طول عمل لك نورمال 2. يعني ايه نورمال 2؟ او خلي لك شاشه عموديه، لانك تقدر ترسم الخط بتاعك. لو رسمت الخط ده كده ده هيبقى هوريزونتال، ده هيبقى فيرتيكال. لكن لو انت الجزء ده معاك مايل هتلاقي فيه خط بيوصل معاك كده، يوصل بيبقى شكله كده. فهو على طول ايه؟ اي تعديل على السكتش هو بيعمل لك بروجيكشن او نورمال تو عليك. ماشي؟ في نقطة الستارت بوينت بقى تلاقيها موجودة ايه؟ موجودة في النص. ماشي؟ وهتلاقي عليها كونسترين كده هنتكلم عليهم دلوقتي. النقطة اللي في النص ديت لازم تبدأ بيها ايه؟ السكتش. خلاص؟ ماشي.
لازم تبدا بيها السكتش. بكرر للمره الثالثه لازم تبدا بيها السكتش. انا برغم ان انا بقول 3 مرات بلاقي برضه في ناس بتروح رسمه من اي حته ثانيه. طيب امتى بقى ما نرسمش من النقطه ديت؟ هقول لكم برضه في حاجات ثانيه، بس ساعتها بستخدم كيمستري بتعرفها له بالنسبه لها. يعني عندي دلوقتي خلاص 3 بلين، اخترت بلين منهم اللي هو واي وزد هشتغل عليه تمام، واتكريت لي حاجه اسمها سكتش واحد. سكتش واحد ده هتلاقيه عندك هنا، نقفل ده كده هتلاقي في سكتش واحد خلاص ده اللي شغال عليه. ده اوامر بقى التو دي بتاعتك. اوامر التو دي بتاعتك تتلخص في كل الاوامر اللي انت تعرفها في الاوتوكاد مثلا. كلنا هنا بنعرف اوتوكاد صح؟ الحمد لله. الاوتوكاد اوامر بترسم لاين، ريكتانجل، سيركل، الكلام ده كله خلاص. ترمات موجود، ترمات في اوفست موجود، اوفست في ستريتش بالظبط. اوتو ديسك انفنتور هو الابجريد بتاع اوتوكاد في 3 دي خلاص. اي امر انت بتستخدمه في الاوتوكاد هتلاقيه موجود هنا ان شاء الله يعني. ماشي. اول الجزء اللي عندك هنا ده الكريت، ده بتعمل كريت لحاجه. طيب هتلاقي اول حاجه لاين، لاين واي 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 بارت او اي فيتشر موجود عندك كده موجود تحتها السهم ده، ده معناه ان في شويه ايه، شويه اوامر تحديد خلاص. اللاين هنبدا باللاين بس دلوقتي، واللاين برده زي الاوتوكاد بيترسم بايه، ستارت بوينت واند بوينت، ستارت واند خلاص. طيب الستارت بتاعتي فين؟ لو انا ارسم لاين يبقى الستارت بتاعتي من نقطه الاورجن. طب انا اعرف ازاي اللي انا في نقطه الاورجن؟ لان اول ما اجي على كده هتلاقي باللون ايه، تخضر باللون ده، يبقى انا كده فوق نقطه الاورجن بالظبط. اضغط الكليك الاولاني وبعد كده اتحرك ايه، بحروريتي. طيب وانا بتحرك بحروريتي كده ايه اللي بيحصل عندي؟ هتلاقي عندك المليمتر، وده الشاشه مزغلله صح؟ هتلاقي هنا في ديجري واخده بالنسبه للاكس ده، وهتلاقي في ايه؟ في طول بتاع الضلع نفسه. طيب احنا ممكن نكتب طول الضلع تمام؟ وممكن تعمل تاب خلاص، انا زي الاوتوكاد بالظبط، ممكن تعمل تاب تروح كاتب له ايه؟ الزاويه بتاعته. خلاص؟ فالموضوع ده كده ايه؟ سهل بالنسبه لك صح؟ هو راح حاطط لك دايمنشن على طول، يعني مش زي الاوتوكاد، مش زي الاوتوكاد هيروح راسم لك وساب لك الدايمنشن مش باينه. لا هو هنا عمل لك اد دايمنشن ماشي؟ وعمل لك شويه حاجات كده منها العلامه ديت والعلامات دي. العلامات دي هنتكلم عليها بس بعد ما نعرف شويه اوامر. دي العلامات ديت لحد ما نوصل ليها اسمها كونسترينز. كونسترينز كونسترينز. انا لو تمام، انا لو دخلت دايمنشن ابقى محطوط الخط ولا زي السوليد بحط الخط لا، ما هو هناك في السوليد ممكن تحط، ممكن تحط الدايمنشن بس ممكن تعدل، لكن هنا مش هتعدل، هتحول لك من اللون الاخضر اللي هو هتبان باللون الاخضر دلوقتي للون الاسود. خلاص نكمل. بصوا يا جماعه قفلوا اللابات، والله بهزر، قفلوا الشاشه كده، محدش يبص في الجهاز بتاعه خالص لحد ما اخلص شويه الرولز اللي انا هقولها عشان تستريحوا انتوا بعد كده. مش انا، مش مشكله يعني. بصوا يا جماعه، لو جيت انا بقى ما كتبتش دايمنشن ولا الكلام ده كله، رحت جاي والله رسمت اللاين كده وضغطت وكليك يمين واوكي، شايفين الجزء ده كله؟ كليك يمين، انا عملت لاين صح؟ اللاين الاخضر ده انا محتاجه بس، خلصت الامر، يضغط سكيب يا كليك يمين واختار كده ايه؟ اوكي، اللي هي سيلكت يعني. لو جيت بصيت هتلاقي في خط باللون الاخضر وخط باللون الازرق صح؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين خط باللون الازرق ده اللي انت ده الخط ده محدد له انا دايمنشن سواء ال 34 ده الطول، وللزاويه بتاعته بالنسبه للفيرتيكال لاين اللي هو رسمه كام؟ 45 درجه. لو جيت ضغطت على النقطه ديت وشدتها مش هتتحرك معاك. خط بقى الثاني لو جيت مثلا مسكت النقطه دي هتلاقيه بيسترتش معاك ويلف يعني ايه فريدم، عنده درجه حريه لا نهائيه يعني، تقدر تشكل فيه زي ما انت عايزه. خلاص؟ طيب انا بقى هنا في السوليد والله كنت هقعد اقارن شويه لان معظمكم بتشتغل سوليد يعني. هتلاقي مثلا انا كنت بحتاج ارسم اللاين ده، وبعد كده اختار سمارت دايمنشن اللي هي اسمها دايمنشن هنا، وبعد كده ايه تحط دايمنشن الايه؟ اللاين بتاعي صح؟ هتلاقي اللاين كده صح؟ ده ايه؟ ده كده زي الاسوليد بالظبط، لكن انا الحاجه الاولانيه اللي قلتها اللي هو والله يبقى انا برسم اللاين ذات نفسه كده، هتلاقي هو بيبين لك الابعاد بتاعتك
لكن في السوليد ما كانش بيبين لك الابعاد ويظلل لك عليها كده انك تكتب صح، كان بيسيبك يبينها لك بس كده كتقرا البعد بتاعك بس ماشي، تلاقي بقى اللاين بتاعك كده اقول والله ده 34 وتاب تاب كانك بتشفت ما بين اي حاجه تقول له ده 45 تمام خلاص يا جماعه صعب كده اللاين ينفعش تعدله بعد كده تعدله بقى ان انت تضغط على الدايمنشن ذات نفسه دبل كليك مثلا او كليك لو انت بس داخل في الامر وتكتب البعد اللي انت عايزه اه يعني طبعا خلاص تمام يا شباب صعب كده طيب ده بالنسبه ايه لللاين التاب عشان تنقل من دايمنشن لانجل للانجل بتاعك خلاص تمام لو جينا بقى للسيركل دلوقتي مش هدخل في التفاصيل اللي تحت ديت واحنا شغالين هندخل فيها لو جينا للسيركل بتاعك السيركل عندي هنا بترسم بثلاث حاجات ماشي الثلاث حاجات ايه هي كنا احنا مثلا بنرسم دايمتر وريدي صح دلوقتي حاجه واحده اللي انت بس ايه تقول له سنتر بوينت سيركل سنتر ايه سنتر بوينت سيركل انا احط السنتر بوينت احدد له ايه الريدس بتاعه ماشي تاني حاجه تانجنت سيركل يعني الرقم من تحت تانجنت سيركل اللي انت بتحدد ثلاث نقط ثلاث نقط دولت بيقعوا على محيط الدايره تمام ولو هما بيمسوا حاجه ثانيه ممكن اسلكت المماس ده يعني بمعنى لو انا عندي خطين زي دولت وعندي خط ثاني كده وانا عايز ارسم دايره في الجزء ده هختار التانجنت سيركل واروح كليك هنا وكليك هنا وكليك هنا وهيلاقيه بايه بيرسم لي دايره مثلا ماشي؟ الاليبس عارفين الاليبس؟ الاليبس ليه قطرين صح؟ اللي هم بالنسبه لنا اللي هو الاي والبي خلاص؟ ده كان اكس وده كان واي دي المعادله بتاعته وبعد كده في ايه؟ في الرقم اللي هو هنا خلاص؟ ده الاي والبي الاي بالنسبه لي ده القطر الصغير والبي القطر ايه؟ القطر الكبير بتحددهم ازاي؟ هتلاقي هو حتى كده بيعمل لك ديناميك هيل بيوريك الايه؟ البوينتس بتاعتك اللي انت هتسلكت عليها. لو جينا مثلا نختار الاليبس دلوقتي اول نقطه اهيت مثلا وتاني نقطه تاني نقطه وانت بتضغط هتلاقي بيرسم لك ايه؟ القطر الكبير اللي هو بالنسبه لي ايه؟ بي. تتحرك فوق هتلاقي بيرسم لك القطر ايه؟ الصغير اللي هو ايه؟ ايه. خلاص؟ تمام؟ ده بالنسبه ايه؟ للاليبس. لو جينا نرجع للسيركل بقى بتاعتنا سيركل سنتر بوينت اهوت بس تعالى بقى هنا تعالى هنا كويس اللي احنا بقى لو انت مسحت حاجه وجيت عشان تلاقي نقطه الاورجن مش هتلاقيها مش هتلاقيها بتتضر معاك لانك استخدمتها هو هنا ايه مديها لك الاستخدام مره واحده بس تمام انت مش هتلاقيها بس بيديك كوردينيت اللي هي اكس وواي 0 و0 طول ما انت 0 و0 تضغط ايه عليه خلاص ماشي وتتحرك ترسم ايه الدايره بتاعتك هتلاقيه هنا برضو زي السوليد بيحط لك الايه الدايمتر طالما الدايره كلها ايه مرسومه لو في فيلت هيحط لك الريدس بس ماشي دي حاجات ثابته يعني في اي برنامج دي بقى تحط له الدايمنشن بتاعتك عادي اهي وتدي له الدايمنشن 34 برضو وهتلاقي هنا بقى مش بيعمل لك سكيل زي السوليد يعني السوليد ده مش بيكبر لك السكيل لا هو هنا بيطلب منك بقى اللي انت ايه هو ده الشكل الحقيقي في الانترفيس بتاعك فلو ضغطت انت على الكيوب اللي على الجنب ده هنا في الاسم رايت مثلا لو ضغطت عليها هتلاقيه بيعمل لك ايه؟ زوم اوت ماشي؟ تمام؟ او في برضو نافيجيشن بار كده هنشرحها بس نخلص امرين ثلاثه كده وبعد كده ايه؟ نشرح نافيجيشن بار. هتلاقي الدايره بتاعتك خلاص كده بقت باللون الاخضر ولسه فاضل لها كونسترين لانك انت ايه؟ استهلكت نقطه السنتر بوينت مش هتعرف تعمل ايه كونسترين معاك ماشي؟ مش دي مشكلتنا دلوقتي. هتلاقي بقى الارك. الارك هنا هتلاقي فيه ارك بيترسم بثلاثه ايه؟ بثلاثه اتجاهات. انا هقول لك طريقه ما استخدمش الارك دي خالص. ماشي؟ بس لازم نعرفها. اول ارك 3 بوينت ارك، يعني نقطه، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه ايه؟ على المحيط كده. خلاص؟ طيب. اللي بعده تانجنت ارك بتحدد له ايه؟ حدد له تانجنت، التانجنت ده يروح يرسم لك ارك بالشكل ده مثلا. خلاص في عندك سنتر بوينت ارك تضغط كده سنتر بوينت وبعد كده تحدد ايه الطول بتاع الارك اللي هو ايه الجزء ده ماشي ده ثلاث حاجات ايه تاني واحده ايه تحدد منين لازم يبقى عندك حاجتين عشان يعمل مماس ما بينهم ايوه يعمل مماس ويرسم نص القطر لا انت تدوس القطر بعد كده تحط له في دايمنشن خلاص انا برسم بس دلوقتي كده من غير دايمنشن خلاص يا جماعه طيب اخر حاجه بقى
ريكتانجل. تمام؟ الريكتانجل دي بقى بترسم لك بدل ما ترسم اربعه لاينز مع بعض تروح ايه؟ رسمهم ايه؟ رسمهم مره واحده. تمام؟ وده مش عارف في حد استخدمه في الاوتوكاد ولا لا، الاوتوكاد كان فيها ريكتانجل بس الناس برضه ما كانتش بتستخدمه يعني. ريكتانجل فيه 2 بوينت ريكتانجل، يعني تقدر تحدد 2 كورنرز هو يرسم ما بينهم الاربعه لاين. خلاص؟ في 3 بوينت تحدد 3 كورنر، الكلام ده كله. في بقى ريكتانجل 3 بوينت سنتر، يعني لو انت زي ما انت شايف كده بيحدد لك السنتر، دي اول نقطه، سنتر الاقطار بتاعه المستطيل، يعني كلمه قطر هندسيا غلط يعني. وبعد كده تحدد له ايه؟ نص بس الدرجه. ماشي؟ حسب ما انت محتاج ساعتها. في بقى فيتشر اسمها سلوت. السلوت دي بقى ديت مهمه جدا، توفر عليك ان انت والله بدل ما ارسم انا مستطيل وارسم دايرتين وراح عامل ترم، كل ده ثلاث ايه؟ ثلاث اوامر عملتهم صح؟ بلس الدايمنشن. لا انت هنا هتروح ايه؟ تروح رسم السلوت على طول وبعد كده تحط الدايمنشن عليه. صعب كده؟ تحدى عن بشرح بسرعه. كله فاهم طيب الحمد لله. هتلاقي بقى عندك بقى تحت كده تحت الريكتانجل في البولوجين. مش هتلاقي لو قعدت تشقلب كده في البرنامج مش هتلاقيه بره. خلاص؟ هتلاقيه اسمه ايه؟ تحت الايه؟ ريكتانجل. اسمه ايه؟ بولوجين. البوليجون ده بتقدر تحدد بقى عدد الاضلاع بتاعته زي ما انت عايز. طيب لو ضغطت على البوليجون كده وعايز ارسمه ده بيروح مطلع لك منيو بار كده او بار منيو اللي انت تختار بقى ايه البوليجون بتاعك هترسمه انسكرايب ولا سيركم سكرايب. عارفين الفرق ما بينهم؟ اللي ما يعرفش انسكرايب يعني الدايره جوه ان ماشي، سيركم سكرايب تمام الدايره بره. البوليجونز نفسها هترسم بره الدايره. طيب نرسمهم ونشوف. تلاقي انا مثلا احدد عدد الاضلاع، البوليجون ده يا سداسي سباعي ثماني زي ما انت عايز. لو قلت له مثلا عايز خمسه شكل خماسي واستخدمت اول حاجه لو جيت جنبها كده مش هيقول لك ده انسكرايب ولا سيركم سكرايب غير لما تجيب السهم عليه. ماشي؟ تلاقي انسكرايب تضغط عليه تقول له ايه؟ تلاقي بقى ما فيش ضم مش هيرسمه لوحده، انت لازم تنزل كده في الجزء بتاعك تروح راسم ايه؟ خلاص بالشكل ده ماشي؟ طيب سيركم سكرايب لو جيت رسمت اخترت النقطه دي دي النقطه اللي انا اخترتها برده تلاقي رسمها اكبر. لو جيت بصيت المفروض ان انا لو رسمت دايره بقى كده اخترت الكورنر ده ده الفرق ما بين الاثنين، المفروض كنت اشرحها العكس ارسم الدايره الاول وارسم عليها، بس انتوا فهمتوها ولا ارسمها الدايره الاول؟ فهمتوها؟ انا عارف صعبه شويه صح؟ طيب عيد تاني دايره ايات خلاص رحت جاي بقى مختار البوليجون هو الشكل الخماسي، لو ضغطت على محيط الدايره كده هيرسمه ايه؟ هيرسمه جزء. لو ضغطت لو اخترت سيركم سكرايب من هنا ما بيقفليش الامر لو انت عايز ترسم حاجه ثانيه يعني ماشي؟ تختار الجزء اللي بعديه نفس النقطه بس هيرسم لك ايه؟ ماشي؟ خلاص شباب صعب ده كده ايه ده 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 فيتشر سهله تقدر تستخدمها بمنتهى السهوله. الحاجه اللي في اللاين بس اقولها اس بي لاين كده الاس بي لاين ده كانك اللي شغال على الفوتوشوب مثلا في بين تو كان مثلا بيرسم خطوط من النقط ايه اللي انت بتعملها كيرف كده مثلا خلاص. ممكن بالكيرف ده هتلاقي فيه اسهم كده باللون الجري شايفينها تمام دي التانجنت للنقط دي، فلو حركت النقطه دي كده ممكن تغير ايه الشكل العام كله. ده ممكن ترسم بيه ايروفويل مثلا لجناح طياره، بس جناح الطياره بينزل بنقط اسكندر، ماشي؟ نرسم حاجه بقى كده عشان ايه؟ عشان ترسموها عندكم بالاول ماشي؟ بس قبل ما ترسموا الحاجات ديت اول حاجه بسيطه كده. الا بقى ايه الحاجه اللي بعمل بيها كنترول على السكتش بتاعي؟ يعني انا مش رسمت لاين، واللاين ده قلت لك والله ممكن اخد النقطة ديت تروح عامل له ستريتش مكبره صح؟ طيب ايه بقى الحاجة اللي تثبته؟ الحاجة اللي تثبته حاجتين، انا حطيت دايمنشن صح؟ في اللي فات، فالدايمنشن فضل برضه باللون الأخضر، ده معناه اللي هو ايه؟ لسه ناقص له حاجة تانية أو مش متعرف كله تمام؟ في حاجتين بقى، أول حاجة دايمنشن تمام؟ تاني حاجة الكونسترين اللي أنا قاعد بقول ايه والله دي كونسترين كونسترين كونسترين. لو جيت أنت بقى عندك في البارت ده كده هتلاقي السكشن ده اسمه ايه؟ كونسترين. السكشن اللي اسمه كونسترين ده موجود في الدايمنشن موجود في ايه؟ الريليشن تمام؟ الريليشن دي عباره عن ايه؟ لو انت عندك خطين مع خطين خطين معاك كده اثنين لاين، دخلت اثنين لاين كده معلش يا جماعه مفيش عمق كده
عندي لاين زي ده لاين تاني خلاص. ايه الحاجات اللي انا اقدر بيها او ريليشن بين الاثنين لاين زي ده؟ خلاص واحد يقول كده عندي اثنين لاين تمام، ايه الريليشن اللي يربطهم بين بعض؟ البارز ماشي صح كده، مش البارز كده فيرتيكال ديس هوريزونتال او ماشي الاثنين هوريزونتال يعني. انا لو قلت لهم دول بارلل ماشي هوريزونتال، ممكن نقول هوريزونتال. المسافه اللي ما بين المسافه ديت زي دايمنشن، خليها في الكونسترين دلوقتي تساوي ايكوال انترسيكت. ماشي انترسيكت انا بقول ايه ريليشن، ما هو مش هينفع يكون مع بعض، انا عارف انا بقول لك بقول ريليشن مع بعض. خلاص يلا ايه تاني؟ بيربنديكولار متساوي متساوي ها ايه تاني؟ واحد ناقصه واحد كده ايه؟ لا كوانس ممكن كوانس ماشي ماشي هشرح فيه، ما اعرفش الامر هنا هقول ايه بس انتوا تقولوا وانا برسم برسم السنتر عشان تعرفوا. كولينيا كولينيا ده اللي انا كنت مستنيه. طيب الاوامر اللي انا عاملها ديت كده كلها انتوا شايفينها هنا ولا لا؟ شايفينها؟ ده ايه؟ ايكوال. ايكوال ده بيعمل ايه؟ خلي لك الاثنين دول متساويين، تحط دايمنشن على واحد الثاني يبقى زي بعض، تغير دايمنشن بتاع واحد يعدل ايه؟ يعدل في الاثنين على بعض. خلاص؟ اللي بعده ده بارل صح؟ تمام؟ ده ايه؟ لو غيرت زاويه، لو انت بترسم لاين بزاويه واللاين الثاني لازم يبقى بارل ليه ماشي؟ ده ايه؟ ده هوريزونتال ماشي؟ اللي بعده ده ايه؟ انترسكشن ماشي. اللي بعده بيربنديكولار ده ايه؟ ده كونس. كونس بقى ده الامر الغريب شويه اللي انتوا اول مره تسمعوا. كونس دولت مثلا لو انا عندي النقطه ديت هنا النقطه دي، النقطتين دولت عايزهم ينطبقوا على بعض او يبقوا نقطه واحده، فممكن استخدم امر كونستن اللي انا اخلي النقطتين دولت ايه؟ على بعض تمام؟ ماشي؟ بمعنى صح ممكن نسميها ميرج ماشي؟ خلاص؟ مفيش ميرج هنا. لا يعني يبقى ما بين النقطتين بس. اه تمام؟ خلاص؟ لو ولو انت اخترت الاثنين لاين مع بعض، اخترت عملت كليك على اللاين واللاين هيحطهم لك في بعض تمام؟ ما ينفعش نقطة واللاين؟ ينفع نقطة واللاين بس خلاص خلاص. خلاص يا جماعة دولت الحاجات اللي تقدر من لاين واللاين. طيب لو انا بقى اللي عايز يكتبهم يكتبوا، اللي عايز يكتب براحته. لو انا بقى جبت ايه؟ دولت؟ كونسنتر نعم ها بتاعي
معنى ايكوال ايه؟ هما متساويين صح؟ نفس القصه بتاعت الوان. والمعنى التانجنت هما يمسوا بعض. طب التماس هنا هيبقى من جوه ومن بره بيعتمد على حاجه واحده. لو انا رسمت الدائرتين كده من بره بعض لو قلت له الاثنين متماسين يروح مقربهم من بعض ايه؟ يمسهم في نقطه. فكده التماس هيبقى ايه؟ من الخارج. لو انا بقى جبت رسمت الدائرتين جوه بعض وانا برسمهم ورسمتهم جوه بعض هيروح عامل لي التماس ايه؟ من الداخل. ماشي؟ مين اللي هيقيس مين؟ يعني مين اللي هيتحرك؟ ديت الموضوع فاريبل متغير. لو انت راسم مثلا الدايره الاولانيه وقلت له والله السيركل الاولانيه السنتر بوينت بتاعها ونقطه السنتر بوينت بتاع الانترفيس بتاعك يبقى الفريدم اللي متحركه اللي عندها درجه الحراره دي هتروح ايه؟ هتروح متحركه للسقف. خلاص؟ معلش تاني كده. انت عندك سنتر بوينت اللي موجوده في الجرافيك فيس بتاعك ديت نقطه ثابته وعندك دايره فانت هترسم الدايره دي بالنقطه الثابته دي، يعني انت ثبتها في النقطه دي. خلاص؟ والثانيه انت رسمتها في اي منطقه. لو انت جيت عملت الكونسترين بتاعك قلت له الاثنين تانجن يروح محرك لك ايه؟ اللي عندها درجه حريه تتحرك ايه؟ خلاص؟ كونسنتريك بقى. كونسنتريك دولت بيخليها في نقطه السنتر بوينت هي نقطه السنتر بوينت بتاعتك يعني. الاثنين بيبقوا منطبقين في نفس السنتر بوينت. خلاص؟ يعتبر زي كونستنت بس النقطة سنتر بوينت بس. ماشي؟ طيب العلامات بتاعته كونستنتريك اثنين جوا بعض كده نفس القصه يعني. التانجنت لو بصيت كده في التانجنت هنا هتلاقي برضه ايه؟ عباره عن لاين كده بس العكس يعني. الايكوال عادي. خلاص؟ طيب تعالى بقى نعمل ميكس ما بينهم ان هما الاثنين. ممكن اثبت لهم الاثنين. اسمها لوك. لوك؟ خلاص؟ لا خليها لو. انا تعالى اعمل ميكس بقى بين الاثنين. عندي لاين ولاين. هذا اعمل بينهم الحاجات دي مهمه جدا. مش بقولها بس كده. ايه؟ يلا. حاجه ثانيه؟ هو فعلا مفيش علاقه ما بين لاين حاجه ثانيه تانجنت بس في حاجه ثانيه انت ممكن تعملها بس مش موجوده في الكونسترين دي. ايه هي؟ هرسمها قدامكم مش عارف حد هيجاوبها ولا لا. ده علاقه ما بين الدايره ديت واللاين تانجنت. كمل عادي والله كلمه عادي. النقطة ديت حد عارف لو الأربع نقط دولت حد عارف اسمهم إيه؟ كوادرانت. كويس. نقطة الكوادرانت دي كانت في الأوبجيكت سناب بتاعت الأوتوكاد. كان إيه ميزتها عن أي نقطة على حتة الدايرة الثانية؟ أولاً النقطتين دولت على إيه؟ على عكس بعض. بالظبط. شباب النقطة ديت عمودية إيه؟ على الدايرة. صح؟ انا اقدر ارسم اللاين ده واقول والله اللاين ده بالنسبه للاكس ده كام؟ 90 درجه. لو انا رسمت ده كده مش هعرف غير لما انا اعمل اكس تاني كده عشان اطلع 90 درجه صح؟ فديت ايه حاجه انا بعملها بليش انا بعملها. فالنقطه ديت اللي اي حد قال علاقه هي صح هي تانية وكونستنت نفس الوقت خلاص؟ ماشي؟ تمام؟ صعبه كده؟ دايمنشن عادي تعمل سيلكت لو انا عندي لاين زي ده عايز تعمله لينر دايمنشن. لينير دايمنشن ما بتدورش بقى لينر دايمنشن فيه لا انت بتضغط على اللاين ذات نفسه تسحب دايمنشن او تعمل له تضغط كليك في الستارت بوينت تضغط كليك الثاني في الايه؟ في الاند بوينت. صعب كده؟ الستارت بوينت بقى اللي هتفضل ثابته والاخيره اللي هتتحرك لا ما انت لما تحط دايمنشن عمر ما اللاين هيتغير طول. لكن لو ما حطيتش دايمنشن انت ممكن تغير طول اللاين. تمام؟ لو جيت عليه بالكليك بتاعك كده وحركته في اي حته تلاقيه اتحرك لوحده. خلاص؟ ما تقدرش تحدده، ما تقدرش تتحكم فيه. يعني الكونسترين اسمها حدود شويه زي ديليميتيشن. انا دلوقتي عندي ايه؟ لاين تاني. خلاص؟ لو انا بقى في لاين تاني كده واخد زاويه. الزاويه دي عاملها ازاي؟ هتيجي تضغط كليك على اللاين ده والكليك تاني على اللاين التاني هيروح هو عامل لك الزاويه. في حاجة هتلاقيها كونفيوز شوية. تلاقي أول لاين أنت بتضغط عليه كليك طلع لك لينر دايمنشن. مالكش دعوة بيه. روح على اللاين التاني وضغط عليه كليك تاني أروح عامل لك انجل دايمنشن.
خلاص تعالى الموضوع ده. طيب ده في فايل كده هنشتغل عليه نصف فيه الحاجات اللي انا قلتها دي كلها وايه نخلص يعني. طب انا عامل سيلكتور الاثنين لاينز مع بعض يعني كنترول سيلكت الاثنين لاين ورا بعض مع بعض. خلاص خلاص انا هبتدي حد خلص حد ضرب على فلاش طيب اللي عمل سوينس اللي اخذ الفايلات اللي معاه مضغوطه اللي هم سواء 64 سواء 64 ثلاث فايلات واللي معاه فايل اللي هو 32 هيفتح الفايل كده هيجي اول واحد اللي عنده ثلاثة هيجي اول واحد يروح دبل كليك تمام ومختار المكان اللي هيفك فيه لو عنده مساحه على السي كبيره ما يضغط اوكي وخلاص لو ما عندوش مساحه على السي يعمل تشينج وغير ايه المكان بتاعه ال 64 او 32 تمام بس هنا مش هتفتح لو 64 الكراك الكراك عندك هتلاقي اخر اثنين في الفلاشه تمام ممكن تشتغل على النور خلاص عشان ما نضيعش وقت وده عشان كده عملت الحصه الفايده عشان ما نضيعش وقت في تسطيب البرنامج بس الناس بقى يعني مش مشكله كل واحد عنده ظروف برضه خلاص يا جماعه صعبه كده الاثنين دولت ما تفتحهمش ثاني هو تفتح واحد هو ينفذ على الباقي اعمل اوكي انا عملت تسطيب كده واحد بس هو كده بالظبط لا لا مش هنحتاج نت يا عم انا مش هحتاج نت اقول لك خلاص يا جماعه خلاص خلصنا ايه اخر اثنين في الفلاشه في ملف مضغوط والمفتوح دلوقتي عندنا شويه اللاينز اللي عندنا دولت وهشرح لكم النافيجيشن بار يعني ما تقلقوش بص يا جماعه ديت العلاقات الشائعه اللي انت هتستخدمها لو حاجه زي دي عندك كده هوريزونتال وفيرتيكال عندك لاين اهوت لاين انت رسمه ميل صح؟ لاين انت رسمه ميل ده والله انا رسمته بميل بس انا ما خدتش بالي تمام؟ فعايز اخليه هوريزونتال هو بيقول لك ايه؟ زي مثلا بيقول لك ابلاي هوريزونتال تمام؟ هتروح جاي كده والله في السكتش مقفول صح؟ السكتش طالما كده معمول بالايقونه اللي انتوا شايفينها ديت كده ده كده مقفول انت ما بتعملش ايديت عليه فاضغط دبل كليك عليه كده هيروح هو فتح السكتش تقدر تعدل عليه تمام خلاص قدامك برضه ما فتحتوش تمام كليك يمين معلش كده فتح السكتش هتلاقي بقى عندك ايه ده عندك ايه ده اللاين ده بمين عايز تخليه هوريزونتال هيجي والله هنا في الاثنين دولت هيحتاروا معايا شويه بقى ده الشكل ده هوريزونتال قدامك صح؟ وهتلاقيه بيقول لك ده هوريزونتال كونستريكت بالنسبه للبلان اللي انت بتشتغل عليه الهوريزونتال والفيرتيكال بتغيره ماشي؟ بس مش لو لقيت واحد عايز تعمله هوريزونتال وجيت تختار الهوريزونتال ولقيته بيعمله فيرتيكال يبقى تختار اللي تقلب بقى العكس خلاص؟ ده حسب البلان اللي انت بتشتغل عليه ماشي؟ ده بالنسبه لي البلان اللي انا شغال عليه ده التوب والتوب الهوريزونتال والايه والفيرتيكال انا عايز اخلي ده هوريزونتال اعمل ايه يضغط على اللاين واروح على الهوريزونتال بتاعي واضغط عليه تمام هيعمله لي هوريزونتال تمام الاوبشن الثاني لو انا عايز اللاين ده فيرتيكال خلاص اختار الفيرتيكال وهتلاقي وانا بتحرك كده واجي على اللاين هتلاقي بيرسم لك ايه خط دوت كده بيقول لك ده ايه هيخليه لك فيرتيكال ماشي اضغط عليه خلي لك فيرتيكال ماشي صعب ده طبعا انتوا لاحظتوا اللون الاخضر بيتحول على طول لايه اللون الازرق هو هنا السكتش ده معمول له النقطه الميد بوينت بتاعت اللاين معمول لها لوك يعني فيكس خلاص تمام تعالى بقى للكولينير الكولينير اللي انا اتكلمت عليها الكولينير ده عشان ما قلتهاش هنا برضو نقولها الكولينير ده بيخلي لك الاثنين لاين اكنهم على امتداد واحد خلاص او على خط واحد ماشي بس بيحافظ على المسافه ما بينهم ماشي ده هنا في مسافه ما بينهم ده الخط ده ايه
هوريزونتال تمام. انا عايز ده هوريزونتال زيه وعلى نفس ايه الانتر بتاعه. هيعملها الاثنين دولت حاجه واحده. اضغط هتلاقي الكولينر موجود عندك فوق كده على المايل كولينر كونسترين ماشي. لو جيت عليه كده هتلاقي ايه بيوريك الامر بيتعمل ازاي. وادع كولينر كونسترين هتختار اللاين الاولاني تختار اللاين الثاني تمام. طيب الكونسنتر اللي بختاره الاول بيبقى هو اللي بتيجي عليه. لا اللي ثابت اللي عنده درجه حريه بيتحرك للي ثابت. يعني انا والله مسكت عمرو ده ثبته كده وجبتك كده عايزك تشدك عليه. مين اللي هيتحرك؟ انت اللي هو انت اللي مش مثبت صح؟ هو كان مثبت الخط مثبت ازاي؟ كان في نقطه في النص كده او الخط نفسه معموله فيكس فيكس او لوك. لوك ده هتلاقيها فوق اهي عامله زي القفل كده تمام؟ الابلاي بقى بيقول لك هنا كونسنتريك كونسترين. كونسنتريك كونسترين كونسنتريك قلنا بيعمل ايه؟ كونسنتريك قلنا بيعمل ايه؟ حلو خالص. يبقى انا هاجي والله اختار الكونسنتريك بتاعي اروح دايس على السيركل الاولاني والسيركل الثاني خلاص. وهتلاقي الريليشن بتتحط كده ولو ضغطت بره او اسكيب تلاقي الريليشن بتختفي. تعالى بقى النظير الثاني في السوليد بتاعنا. السوليد بيعمل ايه؟ لا حفله قدامك خلاص. طيب تدخل بقى على التانجنت. التانجنت هتختار التانجنت منين؟ اهو هي دايره ولو جيت عليها بقول لك ده تانجنت توريك ازاي تعمله اصلا تمام. الكلام ده مش موجود في اي حاجه. تضغط عليه وتختار الايه الدايره بتاعتك وبعد كده ايه لاين ماشي. هنا بقى لاحظتوا حاجه؟ دايره كبرت. هنا انا ما عملتش اي ليميت لاي حاجه. عندك دايره مع جيج دايمنشن فالخط مش هيتحرك لها فهي هتعمل ستريشن بالظبط. ايه؟ مش هتلوك لا انا حاطط لوك بس على النقطه بتاعت السنتر بوينت راح مكبر الدايره على حوالين ايه؟ السنتر بوينت ماشي؟ لو عملت لوك على الدايره كلها تمام؟ ما بيعملش لوك على الدايره كلها تعمل لوك على نقطه على لاين تمام؟ لكن الدايره ده محيط دايره فيها عدد كبير من النقط حوالين السنتر بريدس فانت احسن لك ايه؟ تحط ايه دايمنشن. تعال نحط دايمنشن ونشوف. جه دايمنشن اهوت خد دايمنشن ضغطت عليه وهنا وده طلع مثلا زي ما هو موجود. وقلت له والله تعالى بقى اعمل ايه تانجنت تعالى نشوف مين اللي هيتحرك التاني. ده اللاين ايه؟ هو اللي اتحرك التاني خلاص؟ برضه بقى تانجنت من اي نقطه كده؟ اه نفس التمثيل. وبقى تانجنت من اي نقطه؟ اه هو بقى تانجنت من اي نقطه. طب انا مش المفروض احدد له النقطه دي ما تنش ما بينها؟ انت لما كنت بتيجي ترسم عندي لاين عندي دايره تمام عندي لاين وانا عايز اعمل متنش ما بينهم بتعرف ثبت النقطه على اللاين يعني عشان كده. لا لا اللاين لا اللاين هو اللي اتحرك كده عادي مش هيتحرك بالميل بتاعه. لا يتحرك عادي هو عنده درجه حريه يتحرك خلاص عشان الوقت بس خلاص يا جماعه الموضوع صعب. طيب هنرسم سكتش بسيط كده عباره عن لاينز وشويه دوائر ونحط مش عليه ماشي خلاص. انا لازم اول محاضره كده لازم تبقى فيها كميه كبيره ماشي. انا دلوقتي كده هقفل الفايل ده مش محتاجينه. واللي عنده 2016 تمام ده الاوبشن 2016 اسهل يعني. لو جيت في نيو ديت وضغطت على الترس ده او السيتنج هتلاقي بيعمل لك كونفجريشن ديفولت تمبلتس. لو انت عندك 2016 مسطبه هتلاقي في نيو جنبيها كده سيتنج او كونفجريشن تمام بتعدل بقى اليونتس بتاعتك. طب ايه فايده تعديل اليونت؟ والله قلت له ده مليمتر وده ايزو قلت له اوكي. لو جيت ضغطت على اي واحد من دولت هيفتح لك على اليونت اللي انت عدلتها. لو ما عدلتهاش هيشتغل على انش خلاص. لو ما عدلتهاش هيشتغل على انش. نقولها تاني نيو هتلاقي فيه كونفجريشن كده وسيتنج تختار الانش مثلا تختار المليمتر هشتغل على مليمتر وايسو مليمتر وايسو. اقول له ايه؟ اقول له اوكي ماشي. هيقول لك ايه اوفر رايت. اقول له اوفر رايت على السيستم اللي عنده يعني ماشي كده. بقى اقدر بدل ما ادخل نيو واختار متر اختار بارت لا اقدر اضغط على بارت على طول كده ويروح هو فاتح لي بارت بالدايمنشن اللي انا ايه حددتها ماشي. صعب يا شباب؟ مفيش حاجة بقى في الأول خالص أنا حددها له
وان انت مثلا تعمل نيو تعمل نيو في الاول خالص كل مره من الملعب لا انا بعملها مره واحده بعد ما افتح على طول لا هي ثبتت خلاص ده انا بقول لها لك بس تمام امال ايه البروجكت لا بروج دي تعملها قبل ما تشتغل اصلا يعني انا دلوقتي عايز اعمل جريبر عايز اعمل جريبر لاي حاجه تمام الجريبر ده اللي ما يعرفوش هو زي الهندل زي ايدك كده تمام بيمسك اي حاجه ده بينفخ عليه جريبر الجريبر ده والله الجريبر ده متكون من 35 بارت 35 بارت دولت ده يعتبر بروجكت راح جاي فتح نيو بروجكت وعامل ده جريبر تمام وروح مسيفه اخلص ال 35 بارت واروح بقى لو انا هشتغل في حاجه ثانيه اروح اعمل بروجكت الحاجه الثانيه عشان انا لما اطلب منك والله الجريبر ده انا عايزه هتروح هتقول لي ازاي هتقلي الفولدر بالبارتس اللي جوه بالبروجكت فايل اللي جوه خلاص تمام البروجكت فايل فين لو في حاجه يا جماعه اقولها لكم الكاونتر بتاع البرنامج انا فتحت بارت واحد ده نسميه بارت 2 لاني فتحت بارت واحد خلاص انا دلوقتي مش عايز حد منكم ويمكن كنت بنسى اقولها في اي كورس قبل كده اديته او انا كنت بقولها بس ما باكدش عليها كان كل واحد بيروح مكاري بارت واحد ويروح مكسل عامل ريديم للفايل مكسل يكتب والله ده البارت ده اسمه بيز مثلا تمام يروح كاتب بارت واحد يجي على حاجه بارت 2 بارت 3 خلاص يروح الكلام ده كله الاقي كل البروجكت بارت 1 بارت 2 بارت 3 بارت 4 لو انت بتكاري بارت بروجكت مش هيقدر اي معاك مشكله لكن لو جيت على السوليد وعملت بارتات كتير وبارتات كتير والكلام ده كله هتلاقي بيقرا لك ملف من ملفتين ماشي بس ايه يعني انت ما بلاش موضوع بارت 1 بارت 2 وبارت 3 دي لما تيجي تعدل في واحد هتقعد بقى بارت 1 كان بتاع ايه بارت 2 كان بتاع ايه تقعد تلف حوالين نفسك خلاص انا دلوقتي هاجي على الاكس واي كده زد بلاي ودي الطريقه الثانيه اللي انا كانت سكتش اجي على البلان بتاعي كليك يمين واعمل ايه نيو سكتش خلاص ايه لا هو انا بص انا اشرح الفكره الحاجه اللي معموله يعني عشان تفهم فكره معينه عشان تكرر بص يا جماعه السكتشات الناس اللي كانت معاك سوليد السكتشات اللي انت اشتغلت عليها سوليد هي اللي على الفيديو تمام مفيش اختلاف غير بس انت هتستخدم امره ازاي بس دي كل البارت اللي انا عامله او اللي انا جايبه من على النت مثلا جايبه عشان حاجه معينه غير كل حاجه فما تسرفش الموضوع يعني ماشي لا الكلاينت سبورت ده اسم البارت بتاعك او الجزء اللي قدامنا ده عباره عن ايه عن خطوط وايه ودايره بس خلاص ده انا هرسمه تمام وانت هترسمه ورايا وبعد ما تخلص الاولاني ده هتروح داخل على ايه على السبيسر بليت ده وترسم ده لوحدك ماشي خلاص خلاص عرفنا هنعمل ايه الربع ساعه اللي جايه دي لو انا بقى هكاري البارت زي ده وعندي الفيو بتاعه يعني انا عارف الشيك معايا وعارف شكل البارت بتاعه هفكر ازاي بقى ابدا الجسم ده عشان قلت لك في نقطه اسمها ستارت بوينت او الاورجن او وات ايفر اسمها ايه انا لازم اعمل اختار ابدا منها طيب لازم اختار حاجه من الشكل بتاعي ابدا منه ايه شكل صح وبعد كده احط الدايمنشن واحط الكونسترين اللي احنا شرحناه والكلام ده كله واحد يقول لي بقى كده ابدا من انهي نقطه طب معلش هو في سؤال بس هو ممكن تبقى الستارت بوينت دي بتاعتك تبقى السنتر بتاعتك مش لازم تبقى موجوده على يعني الشيل السكتش بتاعك كله مرتبط ببعض كده كده هيعرف كل حاجه بعدين طيب واحد قال مثلا ابدا السنتر حلو انا عايز ابدا من النقطه يعني عاوز اول ما اختار لاين السيرت بوينت بتاعت اللاين ديت احطها على الايه ابدا من انهي حته في الخط ده خالص من هنا الخط ده طيب من هنا ولا من هنا؟ اي حد صح طيب انا هبدا من نقطه مميزه شويه خط المين ممكن اللي يعجبك بس انا اقول لك هبدا من نقطه مميزه يعني ده كله ايه النقطه المميزه واول النقطه ديت والنقطه اللي هي ما فيهاش اي فرق
تمام؟ هتبدا من تعتبر لو انت بتعمل لوب تبدا من نقطه وترجع لها تاني خلاص. او انا هبدا من النقطه ديت خلاص لسبب اللي انا وانا جاي باخد النقط ديت النقط اللي عندي دي هخليها كلها ايه فيرتيكال مع بعض ماشي. لكن انا وانا باجي برسم مش هيبقى نقطه بالنسبه لنقطه ونقطه بالنسبه لنقطه مش هتفرق. الرسمه الثانيه ابدا فيها زي ما انت عايز خلاص. عندك كورنرات كتير تقدر تبدا ماشي. طيب ايه فايده مثلا الانفنتور عن الاوتوكاد لو انا هرسم بشكل زي ده؟ حلو ماشي طلب. حد عنده راي تاني؟ ايه فرق فايده الانفنتور عن الاوتوكاد؟ انا ممكن اقدر ارسم وبعد كده احط بعد الاوتوكاد. حلو دي النقطه الفعليه. الاوتوكاد لما انت تيجي ترسم لاين انت محدد ان انت عايز تكتب له ايه طول بتاعه صح؟ عشان يرسمه لك ويحط لك البيكسلز بتاعت النقط بتاعته بس. لكن هنا في الانفنتور شغال شويه في فليكسبل معاك اللي انت تقدر ترسم فري هاند تختار اي نقط هتحط ايه القاعده بتاعتك. في حاجتين هيقابلوك اول حاجه اللي انت وانت بترسم هترسم عادي الشكل ده قدامك تقريبا وتيجي اول ما تحط البعد تلاقي القاعده بتاعتك اتظبطت معاك دي اول حاجه. ثاني حاجه اللي انت وتيجي تحط بعد تيجي تحط الثاني تلاقي الشكل اختلف تماما. طب ده احله ازاي؟ هقول لك على حته كده بسيطه تحل بيها كل ده. اول ما تبدا في سكتش وعايز تشتغل فري هاند وتخلص الكلام ده كله وانت حافظ الشكل في دماغك مثلا عايز ترسم مره واحده تعمل ايه؟ اول لاين تحط عليه بعد. ليه؟ اول لاين اول خط هترسمه هتحط عليه بعد لان عينك هتاخد سكيل للبعد ده فاهمني؟ هتعمل سكيل يعني الخط ده هرسمه كده فانا والله الخط ده بالنسبه لي هروح الحته دي شويه والحته دي بقى دي تلاقي اهو لو كتبت 30 مللي دول هنا تلاقي نفسك لو عملت الشكل ده بعينك بس هتلاقيه قريب قوي من 15 هتلاقي 14 بوينت كذا ممكن يطلع 15 بالظبط تمام. لكن انت لو حطيت رسمت 1 2 3 4 5 6 7 8 ورحت جاي دايمنشن 30 طب ده الجزء ده كان 100 هتلاقي 30 بقى حته صغيره و100 بقى حته كبيره. وقلت لك هنا الانفنتور ما بيعملهاش سكيل ما بيكبرش الحاجه اللي ايه الشكل بتاعها خلاص. فانت تعمل ايه؟ تحط اول بعد بس كده معاك فعندك جزء دايره مع اللاين تحط الاثنين يعني واحنا ماشيين كده هديك النقطه ماشي. هو اساسا بيبقى في اكونت كده لو انت طلعت على الخط نازل صح انا شفت حاجه كنت عامل يعني ممكن ابقى واخد بالي من الرقم المكتوب وانا شغال لو انت فاكر الرقم خلاص. دي حاجه كويسه لاين خلاص ممكن تختار لاين كده او كليك يمين وتطلع لفوق ماشي خلاص. هستخدم كل الفيتشر اللي في البرنامج كليك يمين وتطلع لفوق كده بس كده هو هيشتغل لك بلاين ماشي. طيب انا بقى هبدا من ايه من الكورنر اللي كان عندنا ادي اول نقطه واتحرك كده اللي بيقول لي ده كام؟ ده 27 عايز 30 صح؟ 30 اضغط انتر اترسم هكمل بقى والله ده كده 13 انا عارف لو 15 هتحرك انا كده انا ما ببصش على الارقام مش ده محاكي للشكل بتاعي شويه اروح نازل كده طبعا رسمته كذا مره فحفظته يعني هتحرك كده شويه وانزل وارجع تاني. في جايد لاين بتظهر لي صح؟ ولا مش ملاحظ؟ في جايد لاين بتظهر والكونسترين بتظهر حاجات تانية كده هتاخد بالك منها وانت بترسم سكتشات. روح نازل ايه النقطة بتاعتي خلاص. تلاقي الدايمنشن بتاعتك اهي تقدر تضغط عليها دراج لتحت كده. ارجع بقى كده احط الدايمنشن بتاعتك. خدت اكتر من دقيقة 15 انا حافظهم فهكتب على طول باخد دايمنشن من هنا لحد تحت ما بين اتنين لاين بارل لبعض فهقدر اقول والله ده 20 بالك ده اقصى حاجه اقدر احفظها يعني 5 من هنا. الموضوع سهل اللي انت بتضغط اللاين بتاعك كده وتحرك لفوق اتجاه اللي انت عايزه تضغط كليك تاني دول 8 خلاص. المسافه ديت احط الدايمنشن الاول ولا لا انا رسمت لا ريليشن انا حطيتها اوريدي اللي هو وانا بتحرك كده وانا بتحرك كان بيظهر ريليشن. طب هو بقى حاسس ان الريليشن صح قد ايه؟
هرسم حاجه غلط واوريها لك خلاص. عادي ده 2 ونص كليك تاني واكتب ال 2 ونص المسافه اللي بعديها 13 من النقطه دي بقى محتاج نقط صح مش ده حاجه تانية فاحتاج نقط دلوقتي اقول والله كده ماشي اختار النقطه دي والنقطه اللي تحت 13 تمام فاضل ايه فاضل السبعة ونص والعشرة ده كده 10 وده كده لفوق سبعة ونص وعايزك لا بلاش قولها شايفين الرسمه قدامكم ده ايه اصلها دايمنشن واحد طب انا عرفت اللي هو ناقص دايمنشن واحد ازاي حاجه بقى بتساعدك بص تحت كده دي مش هتلاقيها في المايكروسوفت بيقول لك وان دايمنشن نيدد يعني هو عارف انت شغال ازاي ديت مش هتلاقيها في السوليد السوليد هيقول لك ايه اندر ديفاين اندر ديفاين طب انت عايز دايمنشن عايز ريليشن عايز مش عارف ايه هتلاقي عندك ايه وان دايمنشن نيدد فانت تروح باصص في دايمنشن ناقص تروح حاطط دايمنشن خلاص دايمنشن ناقص هو فعلا الدايمنشن ده هاجي كده اقول له ده كده 7 ونص تحول من كله من الجري من الجرين لايه؟ للبنفسجي ده مثلا خلاص تمام خلاص كده فاضل بقى الدايره في ناس هتحب تعمل السنتر لاين بتاع الدايره او انترسكشن ما بين نقطه وتختار نقطه زي الاوتوكاد صح؟ كنت تعمل لاين كده ولاين كده انت بقى بالظبط زي ما عمر قال ارسم داير وروح محدد مكان راح حدد مكان عن طريق السنتر بوينت بتاعك خلاص تمام ادي اختار السيركل بتاعتي والحاجه اللي انا بختارها من دولت بتطلع فوق اوريدي فلو انا ده المفروض اول حاجه ريكتانجل فانا لما استخدمت البوليجون هو طلع فوق وانا لو اخترت حاجه من دولت هيطلع لفوق فايه لازم تبقى ايه فليكسبل مع الحاجه دي سيركل روح جاي مختار بقى وحاول لو انت بترسم كده عارف الخطوط اللي بتظهر لك دي شايفينها ولا لا؟ الخطوط ديت تعتبر بتعمل كونستريا بتعمل ريليشن ما بين النقطه دي والنقطه دي فخد بالك بقى وانت عايز ترسم حاجه ولسه عايز تحدد مكانها ما تستخدمش دي خالص يعني تحاول تبقى تهرب من النقط دي لحد ما تلاقيك كده فاضي مفيش اي حاجه مساعده تروح ضغط رسم الدايره بتاعتك اعتقد هي 10 تمام من النقطة بقى انا حطيت دايمنشن خلاص انا عايز اجيب النقطة بقى اللي في النص الصغيرة دي اعمل ايه؟ لو انت مش عارف تجيبها بالماوس كده كل ما تيجي تلاقي نفسك بتيجي على اللاين ده نفسه اعمل زوم والنبي اعمل زوم يعني والله بص ادخل كده واعمل زوم ماشي؟ ما تكسلش تعمل زوم الزوم بقى هنا ازاي؟ الناس لسه ما سمعتش تلاقي في السكرول قدام وورا خلاص؟ لو ضغطت لقدام هتلاقي بيعمل زوم اوت لورا زومين تمام خلاص شباب رد عليا خلاص دايمنشن واروح جاي اختار دايمنشن واجي على النقطه كده واختار بقى ضلع مثلا فيرتيكال واروح اقول له 10 هتلاقيه بيقول لك برده تحت 1 دايمنشن ايه طب لو مسحت ده هتلاقيه بيقول لك 2 دايمنشن ماشي ادي 10 وراح جاي من النقطه ديت تحت 10 بس تمام خلاص كده السكتش بتاعك خلاص محتاج ايه؟ محتاج اديله ايه؟ بعد ثالث او امر اكسترود ويا رب ندخل فيه النهارده ما عرفتش ندخل بقى ايه على حسب الشغل تمام بس هندخل فيه ان شاء الله ده كده السكتش بتاعك خلاص هطلب منك حاجه واحده بس كده فنيه وانا هتلاقي في حاجات فنيه كده الحاجه الفنيه اللي انا هقول لك عليها دايمنشن شكلها كده لو انا عطلت في درو مشيت هتلاقي نفسك متكعبل شويه صح؟ ليه؟ لان الدايمنشن عندك مثلا الدايمنشن رقم 10 ده المفروض كان يطلع فوق شويه كده صح؟ او يجي على الجنب او وات ايفر يجي تحت كده صح؟ المفروض ده يجي بره فاهمين القصه؟ ده مثلا يجي ينزل تحت كده شويه طب انا بعمل الكلام ده ليه؟ لان شكل الدايمنشن اللي قدامك ده نفس الشكل بتاعك كده هو نفس الشكل اللي هيطلع لك في الدرو شيت في الاخر كده خلاص بمعنى انا دلوقتي خلصت ال 3 دي بتاعي وعملت البارت وعملت عليه ستريس اناليسيز وعملت عليه القصه بتاعتي خلاص بقى هطلع هعمله فابريكيشن
فمحتاج اطلع شكل او شيت شكله نظيف عشان ما الدايمنشن بعضيها. هل بقى اجي في الشيت ده واروح ارسم من الابعاد واحط الدايمنشن بدايه تاني؟ لا، في حاجه اسمها ريتريف. تمام، ريتريف دي في الانفنتور زي السوليد، بتجيب لك او المودل ايتمز هناك في السوليد، بتروح جايبه لك الدايمنشن اللي انت رسمتها في السكتش، حط لك فين؟ في الدرو ماشين بتاعك. خلاص، واضحة كده؟ مفتوحة.